إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن كسوتنا كتابك الأصول من علم الأصول هي شرح سي تقريب الحصول الظاهر والمؤول أن سوغرني الظاهر ظاهر كي والمؤول كي الأول، هذا محلهما ميشان ومحل كي ميشي لغاهد لاي. قال المصنف مصنف كوهيري تعريف الظاهر ظاهر كي قيحدي هذا محله. الظاهر ظاهر لقة من جهة اللقة حق اللقضة، الواضح وشيء عط والبين وشيء عط كاسل رضا ظاهر الضعب يهدى يفرأضى بلال وحي تصانى للظهور مقشة يبطسان با حروف تانى بالله تلقى لهم مقشة إنه تصان. واستلاحا من جهة الاستلاح حق استلاحها ما لفظي وهي دل تصيب بنفسي نفسي ديسة على معنى معنى تصيب معناها سراجح أو راجحة مع احتمال غيره غير كي صورتا قلن مديسو أيضا يجرتو ظاهرنا وحال هذا ما لفظي دل تصيب بنفسه مجمل كي يضحي مجمل كو معنى ماذا تصيب قاربا مركي كان نفتيسو معنى تصيب معنى راجح أو راجحة تاسنا وحال ضحي مؤول كي معنى مرجوح تصيب معنى راجحة نسكينا وابحو أسو هل معنى تصيب معناها سر راجح راجحة مع احتمال قيده معناها النسك معنى قطعي وتصى ظاهر كنا معنى راجحة لكن احتمالك لا تضئيل هاتشرة أي هاتشرة مع احتمال غيره مركا لا يراد النسك وسوى بحو احتمالك لماله غير كيسنا واحتمالك را لفظه لكن بقول كيف سقاشا معناها وتصى ومكي اللغة وقضى معناها نكوس ودقدق هذا مثاله ظاهر كي مثال كيسي قوله والنبي قول كيسي صلى الله عليه وسلم أو النبي يري توضأوا كوي سقاطة من لحوم الإبل غير هلب كيسي كوي سقاطة توضأوا كوي سقاطة من لحوم الإبل غير هلب كيسي مركا فيري توضأوا إسلام مركا لغة واقع محاكو كيسي ودقبقية ويسقاط كي شرعها صورت على لفظك ولفظ الشرعي وحقيقة شرعي للوضوء شارعي أنا كهب لي إذا هو إن لقوحاً بارا حقيقة الشرعي هاي ويساقاتك الشرعي هاي أفر تحبنات لما يريي ويجيك إيا اللي بدا قعموت إيا مدحة إيا اللي بدا اللي قوت أفر تحبنات وإن لما يره وضاب التقليل المدحة سأقوى الله من صحاية مركز وغيري فإن الظاهرة سيدة كم مقطع من المراد وجهده بالوضوء وسقاط لوجهده غسل الأعضاء وحبنه إلا ميرو حبنه الأربعة أفرتها على صفة قاب كين الله ميرو صفة الشرعية شرعية اللون نسبية دون الوضوء وسقاط كي كسوكي الذي وسقاط هو النظافة النظافة وضوء النظافة والو إطلاقا وسقاط كشرعية والو إطلاقا وفدي كان مركب ما دام وشارعي كل دواقي مركو دواقب إسلام مركي وحي نغسو تكدقية وضوء شرعها معناها سو كل أديه وحو كلو أقبل كرا من حيث اللقة ماها من حيث المراد وحو كلو أقبل كرا نظافة اللي رجيدو مركا لكن ضعيف وي أقبل كاسو احتمال كاسو وحي حوق بضا اللي رجيدو وضوء شرعها أستقاس إنه وحن بارا لازمة إلا دليل هلا كلحية مركز وغيري فقرات وحا كبحي هذا تعريف كي أي وحا وشرحها فقرات وحا كبحي بقولنا قول كان آمري ما لفظ دلة تصيب بنفسي نفسي ديسة على معنى المجمل مجمل كي يبحي لأنه مجمل لا يدل تصيب ما على المعنى معناها بنفسي نفسي ديسة تصيب ما مجمل كو إلا مبين هلو أصيب معناها معناها وغلبه وغبحي أمت قارة تصيب ما وخرج وحابه بقولنا قول كان امر راجح معناها سميزان بدن المؤول مؤول كي يابحي لانه مؤول ك يدل وحو تصا على معنى معنى مرجوح لغا ميزان بدن يهي
لولا القرينة حطان قرينة تشير لهين واحدا اول لو ادابا وين قرينة ايه الدليل لهلا مركي الدليل لهلا القاطة ايه هدان دليل تشير ماذا الادابا سيسترت ايه هدان دليل كتير لهين ناس ضعيف ونقولها مركا كاسا بحي وخرج وحاكو بحي بقولنا آمري مع احتمال غيره أصغو معنك لأقبالك للفظه النص نسكا بحي نسكي الصريح عبا لأنه نسكا لا يحتمل ما أقبالك إلا معنى معنى ما هني معنوه واحد كالجيس أشرح مبحث ظاهر ظاهر كبحث جيس من أهم المباحث بحثيالك أصولك هو أقوم مهم سنو كميديا ساق أقوم مهم سنو ما بيه هو أقوم مهم سنو يبدأيهن وبحث كميديا مقوق مهم سنادي لأن غالب الدلالات دلالات كقوة أجبرا دلالات كاللفظية لفظية اللي نسبية من قبيل الظاهر والظاهر كالنوحيس بدنا هذا الفاضة والدلالة نصوى كتيرة مت أوحى ويمجملنا ويكتيرة لكن وحى أجبرا نصوصة والظاهر ظاهر كأجبرا وهو الظاهر في اللغة اللغوية دحيرة حال وهذا يطلق وحل ويطلق على معنى يين اللبن معنو ألف الواضح شيء عط البين آت عط ومنه واضح حاسو كميض هذا قولهم ضدك هذا الكوذير هذا ظهر الحمل أورك وصمه إن قبل أور ليد هل لأغادي وصو عضات وعضاتي قبل إني أور ليد هاي أعضاتي إلي marka waxa la leeyahay dhahar al hamlu urki wa muqday ay tabayna wa adaday wujuduhu ur inu jiro wa adad ba al murtafi marka macnaas waa lagu idlaaqaa ko dhahir oo macneedu yahay al wadih al bay macna labaad lagu idlaaqaa dhahir al murtafi shaygi kor noqday al ali oo sidii dhahirna waxa labaad oo macnaha kale luqahan loo isticmaala wa al murtafi al ali ki kor noqday ومنه عالقا سكمد نقضي قوله إلهي قول كيسا تعالى إله واصر رياه إلى أجل اللي يظهره إلى هاي الدين كأنه كريالو على الدين الدين كريالو كله دمانتي إلهي وحود داني دين كان إسلامك إنه كسرمريو دمان أديان تكالي مركوا مع إظهار أو كيمد بمعنى ارتفاع كريالي أي اللي يرفعه إلى هاي إنه كريالو ويؤليه إلى هاي إنه كسر مريو على جميع الأديان دينها دمانتود وعند الأصوليين والظاهر ظاهر عند الأصوليين حالقوا أهضي ما لفظي وي احتمل أقبال الكرام معنى يين لبن معنو إيفا أكثر وكبرا معاني داسه هو لفظي أرجح متخاجح نمبضا أوياهي في أحدها معاني دا متكمدا واللفظي لبن معنو إيكبضا أقبال الكرام متكمدا راجح كوا وإيضاح عدينتيسا دان سيشار إحنا مركا لفظي لبن معنو إيكبضا بأقبال الكرام لكن متكو راجحة أيال إلى ظاهر وإيضاح عدينتيسا تعريف كاس عدينتيسا أن الألفاظ ألفاظ باعتبار وضوح دلالتها دلالة دا عدام تيدا مركا الله فيريو إيو عدام عدام الوضوح عدام لأنت قسماني والله باقيبوت الفاظ مركا لغا هذا ليو معنوه دا معادي هاي مسمع عدام لبا الله قيبيا الفاظ الأول ما لفظي ويه لا يحتمل أن أقبل كريم إلا معنى واحدا هل معنى ما هاني لفظي هل معنى أقبل كريم معنى كريم أقبل كريم والناس كيسو مجيدين مركز ويري وهو لفظي قاسو النص هو النص لفظي ليرا النص هبات مقشو وحاول أيضا أصولك لغا هذا ليو معاني الله استعمال مروحة لغا هذا النص مكال ليه والكتاب والسنة مرنا حق الدلالة دي لغا هذا النص دي ليرا وحال معنو أقبل كريم وهدي لغو يرادو آيات دانو معنها النص يكوطا أما حديث كانو معنها النص يكويا مركز وقت اللي لغا تشيدو وكو عدها اللي لغا تشيدو وكو عدها صريح وكويا آيات دانو معنها النص يكوطالو أما وحالو الحديث كانو معنها النص يكويا مركز لغو يرادو شيء كانو نص يكويا أما وحالو النص الشافعي هذا الشافعي اللي افتر كيسوي ووحك اللي أقبل كريم marka nas waxa loo jeeda xagga dalaala marka laga hadlayo hal macna la fi aqbali karo macna kale aqbali karin wadaalika mithalki ka qawli wa ilahi qawlki soo kale taala ila wasareeyaa ila uu yiri tilka taas maalmaha qofkii haajiga ay mutamatti ah uu soomay
عشرة طبوية كاملة بميسرة ما واحد يقبل كرتا وطبعا بميسرة يلا ذا أنا الليلة كذا الله بيت طبعا يلا ما بدي كذي وهذا ورع مع نكر بأقبل كريم كاسو كلا لير النص إيه وقوله نبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم أو نبي قيري وفي الركاس دو كفاراتك الخمس شن ميلات ميلا هذا ميلا هذا قد قد يضحك كي هالشي دهب أو قال ميلكو عصفي سنم كودية كصورة بقر كي وقت جاس ميشة كتلي كرا كويا لا قرالت كي هالشي تاريخ دي إيه وقت جاس العقدة مشغلين كرتي وكو عدات إن قال ميشة كو عصفي aad soo bixido shanad u qaybinay meelad sadka sagaan u bixinay afarta kalena ada qaada wa iska cadahay macna kale ma aqbali karo wa firrikas al khumus taasalera lafdi oo nasa athani kan labay athani mid kale labay waxaan u qalfaad laba u qaybsanta hal macna mid aqbali kara iyo mid kale athani mid kale labay ma lafdi weeyo yahtamiru aqbali kara akthara wax ka badan min macna هل معنى كبدا لفظ اقبل كره هل معنى كبدا لفظ اقبل كره وهذا مد كان هل كان معنى كبدا اقبل كره لا يخلو كم مرنما من ثلاث حالات صد حالات مد هل معنى كبدا اقبل كره صد نقره بس صد حاله كبدا كم مرنما الف ان تكون المعاني معانيد الى النقطه معانيد المحتمله اقبل كرتا متساويه مد سنه معاني يقبل كرام معاني ده اصلا مك ومكلا سوكيا او مك لوغو دواقو ميد كوغو سو دغدغيا مسخدا كو دحايا ما جيرو ما سيدانا لورا جيدا ما سيدا وا كو سيسمي وا ميد وهذا كاسو المجمل كاس مجمل ليرام لفظ كاستا او لبا معنو اما كبدن اقبل كرا مك لوغو دواقنا ميد غارو اصلا مسخدا كو سو دغدغيا وا خالينا دا وا مجمل مقاس لي با أن يكون وإن النقض أحدها معاني ذا مدكات أرجح مدراجح نمبضا من جهة اللفظ حق اللفظ وحوين اللفظ أنه لبن معنو أقبل كرا أما كبضانو أقبل كرا لكن مدى راجح ومكة لغنه واقوم اسكحة هذا قصور نعي كان كلاتوا احتمال ضعيفة مركة كاسنا الظاهرة لرو اسكحة أن يكون إن النقض أحدها معاني ذا مدكات أرجح مد راجح نما بضان من جهة اللفظ حق اللفظ مد راجح ميزان بضان وهذا كاسو هو الظاهر والظاهر جين أن يكون إن النقض أحدها معاني دي مد كير مرجوح المد لغير راجح سيها وحو المعاني أقبل كرا مد وحي كتر لغير ميزان بضان يهو هدان دليل لهرين أن باللفظ لغفة سيرين من جهة اللفظ حق اللفظ لغير ميزان بضان يهو لفظ قانو دلالتي سه وحوي إنه معناها أن تسوينه معاني ده كله تسو معاني ده كله حب بدي معناها إنه تسويه بعد لكن كم حب بدنا حق لفظ قوي لقى حب بدي لكنه معناها ضعيف كلفظ قوى يترجح الرجح النقطة بسبب دليل دليل سبب كيس دليل كو خارجي لفظ كبح سن دليل أن لفظ قانو هينو مال كلا أو حطوس يا ما أنت لفظ قان إلا لكي معناها أو سيدة ضعيف أو أتوسيو إن مقصودك ما أنت إياهي دليل كالتوسيو أو أن لفظك كتري مالك لك أيال وهذا متكاس المرجوحة دليل كالرجحي هو المؤول ومتك المؤول كالليل هذا وذلك مثال كينا كقولي وإله قول كي سوكلا تعالى إله واصر إياه إلى وغير سبحانه حرمت ولا حرمت من إلي عليكم كركين الميتة بقتدي لما أنت في المركة الميتة على كتيرته والمفرد معرف بالاستغراقية وحويا وحي ظاهر كتها إلا وحي عمومك عامك لفظك أفراد دوا كن عصماها لكن كن إداس النص ماها وظاهر إن السمسة وحي كتوسي عامك واطن لخصيص وقار لك السارة بي قطع أهالي لنا سارة كريم مركة وحي عامك وحي كتوسي أفراد ظاهر كتوسي مرك هذا الميتة مرك لا يروح ظاهرة أجزاء الميتة ضمان إن حرامتها ها ها تمقى ها ها تهير ها ها تبوح ها ها إن يتها ضمان حرام سداسة ظاهرة سداسة ظاهرة وكري فإنه لفظ قص قرانك ظاهر وح ظاهر كويه في تحريم جميع أجزاء الميتة بقتل الجسسيال كذا ضمان تدل حرام تنميه ومنها
اجزاد الميت كايو كميت اهاضي الجلد مقاركي دبيقه هل مديه او لم يدبط اما يال مديه وحو مقاركي مرك اجزاد سو غليا الميت تو سو غلا هل مديه اما يال مديه لفظي سو سو غليا وا سو غليا لان الميت معايل لفظي الميت عام وعام والدلالة العام عام كالدلالة دي سنة من قبيل الدلالة الظاهر ظاهر كالدلالة دي سكمت وحاوليان عام كأفراد دور قلقوا كبعيو وظاهر كوية نسكو معهن مجمل نماها ظاهر كوية ظاهر كوية مع احتمال مرجوح ايضاو جرى احتمال اولغا ميزان بديه وحاوليان وحاس خوضا واقبال كرا ظاهر كان إلا قصيصي واقبال كرا إلا وحال قصيصة مرك قبله لكن ظاهر معهن وهو معناها مرجوحة إباحة الجلد ومقارك إلا بنيه بعد الدبقي مقدين تكاقضال مركين للمقدين كدب إلا استعمالك رؤو بنيه لفظك الظاهر وأقبالك را لكن سي ضعيف كو أقبالك را سي ضعيف أيو كو أقبالك را لفظك وهذا الاحتمال مرك احتمال كاس مقار كلمة دي إنو حلالي هاي يترجع ما أنت راجح النقونا لدليل دليل درتيس راجح النقونا دليل كو خارجي كبحث لفظك الميت دليل كلا وهو دليل كاس قوله ونبي قول كي سأويري صلى الله عليه وسلم إذا دبق الإهاب مقار هدين لما دي فقط طهر وطاهر نقضي لفظك أساس سقنادي marka lafdigaas uu qasisayo almayt ajzadi maytada wuxuu ka saaray maqaarkii oo macnihi dhaif ka aha ayuu rajjay marka waxaan leenahay waxa weeyeen aljildu ila dubiga faqad dhahra waana awwala lanay lafdigaas waan awwal waxa laga soo leexiyay macnihi daahirka oo ah in xaram yahay waxaan looga leexiyay daliil dartiis daliil aan la helay daliil aan la helay مركز روا بناء لسيد لقصة يدرادين على ما تقدم وحي سوهر مري فإن قولهم أصوليين تقول كود أي رهدان ما لفظ احتمال أقبل معنى يين لبان معنى إياف أكثر وحكبرا يخرج وحاك بحا بي قول كاس الناس ونسك يا بحا وقولهم أصوليين تقول كود أي رهدين هو لفظه ماذا سا لفظه كود حيدا هو لفظي ارجح مد راجح نما بدن او يهي في احدها معانيده مدكيد يخرج وحا كبخيا به قول كاسنا المجمل مجمل كيا كبخا الا اسو معانيده او كدخيه كوبا كلا راجح سنين وعرف وقع حي هو ظاهرك المصنف مصنفك بتعريف تعريف وقوق حي تعريف كاسو جامع كل منيه لافراد المحدود كل حدين يا افراد ديسا تعريف كاسو معني انديدي لدخول الغير ان غير كي سو غلا وحان ظاهرا اي سو غلان تعريفك وهو تعريف كشيق وهو يهي ما لفظي دلت سي بنفسي نفسي ديسا على معنى معنى الراجح الميزان بضان مع احتمال غيره ايضو غير كيسنا صورتا قال يهي فقوله مصنف كقول كيسا ويري ما اي لفظ واللفظ وقوله مصنف كقول كيسا ويري دلت سي يخرج به وحاك بحا المهمل لأنه مهمل لا يدل ما تصرع على شيء وحده ديس دل وحتصي ما وقوله مصنف كقول كيسا ويري بنفسه اتصي يخرج به وحاك بحا المجمل مجمل كم مبين وباهين غير كيس وباهين وعدهين اي اساو كليس وحمدت سكره لأنه مجملك لا يدل ما تصو بنفسي نفسه ديسة على معنى معين معنى قارة معنى لفظة اللغة مرادة ما بلغة قارة كارة إلا قير كيس لهلو وإنما وحكرا ماها يتوقف وحكوح ريه فهم المراد وجددي قارة شديدة منه مجملك حقي سلغة قارته على غيره قير كيس كحري وآه قير كيسو مبين كيوحديني وقالوا شيق قولك سوير على معنى الراجح الميزان بضان يخرج وحاك بحا به قولك المؤول مؤولك لأنه مؤولك يدل وحطوصا بنفسي نفسه ديسك وطوصا على معنى المعنى معنى المرجوح لغا الميزان بضان يهي وإن كان هذا هذا مؤولك يترجح مت راجح نقنا بدليل أيك راجح نقنا يا دليل كاسو خارجيين خارج لو نسبيو كبحسن لفظي كان
وهو الدليل كو كو راجح نقنايا ما كي ويه عبر او كعبر عن حقيسه المصنف مصنفكو بالقرينه قرينه وهي دليل لو شيغيا قرينه وهي وقول شيق قولك يسوي مع احتمال غيره السبب غير كيسنا اخبار كره يخرج وحا كبخيا به قول كاسنا النص النسك لانه نسك لا يحتمل مع اخبار كره الا معنى معنى ما هن معناه واحدا كلجيسه ويعبر وحا لغا عبرا عنه نسك ايضا نقشه بالصريح كي كو عدافي معناه معنيس نسنا ولا يراه الصريح في معناه ولا يراه وترتيب هذه الالفاظ الفاظ ان ترتيب كده مركا افر لفظيا سو برنا افر كلفظي سيده او كلا ترتيب سين او كلا هريان معناها عدانتيس اي عدان لان فمركا لفيريو سيدان او كلا ترتيب سين وترتيب هذه الالفاظ الفاظ ان ترتيب كده من حيث قوه الدلاله حق الدلاله ده حق هي ضعيف لماذا مركا لا فيريو واخو كلا قيب سين سيدان الاول النص أصدقى وعد إلا معنى كلام ما أقبله كريه الثاني الظاهر إلا أصدقى معنى كعدي هي معنى كلام هذا أقبله لكن ماذا كعدي والمؤول مؤول وعد ضعيف با إلا الدليل لها له وهو معنى هو تصع لكن إلا الدليل لها له لغم فصير كره الرابع المجمل أصدقى معنى معين ماذا تصع يضا سيدا ما أقبله كريه سيدا ما أقبله كريه محال لغفة إذا يئنا نقرن دلالات ألفات كان دلالات الفاظ كان محل فائدة غرشدود ان ادغرت الفاظ قبل ان النص تهي مدنا اي ظاهر تهي مدنا اي تهي ان مؤول مدنا مجمل تهي واكنه فائدتي وفائده معرفه ذلك ترتيب كاس غرشدي سفائده كو جيرته الترجيح والا كلا رجحو عند تقدير حصول التعارض اسكهو امات سو حسرديس حد لا قدره دي لغا سو قاد مثلا لبا كميدو ان اسكورتيمادو نص إيه مجمل ما ليس كير كيركم مثلا إذا نص أقصه أراره مركز دليل مجمل من لا أرد وهذا تن مجمل كواحد من لا أرد إذا وحب هي عدكو فصرتها لكن نص لا مشيال ما نلقى الحلاح فصق حتى نص يا ظاهر سكوري مادان وحوي النص كوال لازم حيال النص كسيدي سبا إلا وعمل فلو هل شيء يا بنيشة كصاري كروا إلا نصقه إلا معنى كلا سيقوم ما أقبله لما أولي كرة مالك اللي من اللي حيك كرة وإنسيني سيسواقو السعودة لكن ظاهر كلا هو أقبله كلا هدي الدليل اللي هيرو إن معناها طعيب كلا وفصيره إذا مرك وحال الرجحة وحال الله النسكة ماشان كلها ظاهر كلا الدليل كلا اللي هيرو يقول فهم مركا إسكاري مادان إلا كلا الرجحة اللي فائدة بعد كلا تقامت دلالات الأفاق وفائدة معرفة ذلك ترتيبك قرشادي سفائدة كسوغان الترجيح والرجيح عند تقدير حصول التعارض إسكار إماد حسري دي سدين لقدره فيقدم وحال هرمارنا الأقوى متك حوق بضان على ما دونه متك السوكية لغا هرمارنا ومن أمثلة ظاهر كمثال الذي سوحا كمدا حديث جابر بن سمرة حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولا ويدي عن الوضوء ويسقاط من لحوم الإبل قال هلب كيس لغا ويسقاطه فقال نبي قد النعم ها ولغا ويسقاطا نبي محمد يري صلى الله عليه وسلم وكو يري وحديث كان يحديث كلا كسبنا عضي إن هلب قال لغا ويسيسته إمام نبيه مكة وقوله رحمه الله هلب قال إن لغا ويسيسته لغا حديث او صحيحة او وحد شواد الله هنا كسو ناضي اذا وحد راجحة هلده ويسايستو من حيث الدليل لا من حيث المذهب حقا مذهب شاف اذا وحد راجحة هلده ويسايستو لكن من حيث الدليل تنا راجحة لي مجموع كشيغة وكتابك قدام بيو قراءة الا ماذا طميستين صدع وضوبة كابن طيبة سو ما تشيدين مركا وعده دليل عدو فإن الظاهرة سيدا كم مقطع أن المراد وجدده بالوضوء ويسقاط لولا جده الوضوء ويسقاطك ويسقاطك الشرعي وشرعي اللون نسبي الذي ويسقاطك هو أصو غسل الأعضاء حبناها إن لما يرأى حبناها الأربعة أفرطة أفرطة حبنات إن لما يرأى ويسقاطك أهوي كاسوية أفرطة حبنات ووجه إيا لبدا قعموت إيا مدحة إيا لبدا لغوت مركب باب التقليب ويو مدحة ولا مصحي ولا غليبة على صفة صفان الله ما يرى صفة مخصوصة قال لا المعنى معنيه ما هنو تشيدده معنيه اللقوي اللقاد اللي نسبه الذي معناه هو نظافة النظافة لو لم تشيد معنيه نظافة ما أنت وضوعا حيلا لفظ كان هو لفظ شرعي شارع كل واقع حقيقة شرعية هدو إنه وحن بارا حقيقة شرعية وضوع محل لو يقان غسل الأعضاء الأربعة سأسأل لو يقان لا يسمى إنه وحن بارا معناها قارة ويسقاتك
oo ayagu aan ogolayn in laga weesatiilo geel ah waxay ku xambaareen waxa weeyaan wudu aan nadaafad waxa yiraahdeen waxa loola jeeda gacmaha la soo meerto hilib geel la cunay oo hilib ay hadal cunay laga meereen xaraa lagu jawaabo haanad maxamed hilibka arag waa ka saaray adu hilib oo aad hilib arag hadal cunay nadaafad loo baahnay maxay tahay xaal uu kala farqina hatta waa mas'al qof walba basiid aanu fahmi karo ah qofka yiraahda nadaafada loola jeeda ayaa laga farxasho waxa la leeyahay hilib arag iyo hilib loo hadii la cuno nadaafad miya loo baahnay hay ku kala duwan marka ma kale waxay ku kala duwan yihiin allee khaliq ahay geelan iyo arag aan loo baan abuuray aan nagu adoonsaday geel marka cuno in ka weesaysano kuwaan aan nagu adoonsan waana welida cilada nala kugu amray inaan anaga wax weyn aanan ka weesaysano geel wax weyn cilaa aan anagu gara karno hadda ma aha waa masail kale ee tacabudiga ilaahan ku caabudayna saasan leena ah ilaahan ku caabudayna oo ma yiri ka weesaysto مر حد امر رسول صلى الله عليه وسلم وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار خيار ما لقف مؤمن مر حد امر صلى الله عليه وسلم رسولك كيمد الله كير قف مؤمن خيار ما له وينه هو كان سمع وينه هو كان سمع والنعاس شيخ برلي واي واحد شيخ لا ياب لي سومالي وكانانو ما كان حد ولي انا ما ارك لي ماشي كتالا انك سو واحد لا شيخ حد ارك ميل كان اخريان بدنا ina iska sheeko oo fadhi ku dirtaana waa dhici karta waxay leeyeen ayadoo meel saxaabada iyo nabigu fadhiyaan ha ayaa mid wax weeyaan ariga ka fakad ha arkaasa nabigu yiree yiraahdeen hilib geela la cunay hal weysa qaad billahi aleekum hadalkaas inta badal ku jirta fiiriye nabiga ma waxa ilaahay u soo dir umada inuu wax u cadeeyo inuu duuf laaliyo a'uudu billahi fiiri hilib geel la cunay hal weysa maxaana meesha yimid min haddathay ariga ka fakatay idan marka maxaa la fahmaa ariga lagama weesaysto qofkay ka timidi hilib geel laga weesaysto soo hada ku noqoma masaa salaam nabii u soo dir subhanallah ha masaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa loo soo diray bayaan bayaan saas rawaad duuf laalimba waa dadkii shaygi naaqidka inta laga leexishay kale loo saariyay ee qarinay heeday yiraahdeen mid lagu xib qare hasbunallah مقتا الى لم تستحي فصنع ما شئت وايه هي وقوله وقوله ده waxay ku cadfantay xadiithu jabir ومن امثله ظاهره حديث جابر كامله هي وقوله النبي قولكي صلى الله عليه وسلم او النبي يري البيعان لبد قف وح كلا غرتان بالخيار خيار كدهي لبد قف بي وح كلا غرتان او اي وح كلا ييبسدان qof kaano la lacagti waa baaxsha kama badeecad iyo qaatay khiyaar ay ku sugan ki raba kalaaba kara beeca waa goorma waa intaysan kala tagin ma lam ya tafarraqa intaysan meesh ku kala tagin marka qaar waxa yiraahdeen aan ogolayn khiyaar majliska khiyaar majlisa ay raa khiyaarkan qaar aan ogolayn waxa yiraahdeen maya waxa loola jeeda labada qof markay wax kala gorgorsadaan waxa leeyahay waxas waa taweed daliil keen in loola jeedo ha bee maxaa lagu yaqaan laba qof oo kala garatay bee saasa dhahira marka hadii loola jeedo gorgorsi daliil u raba fa inna dhahira sida kam muqata anal murada ujeedada bil bay'ayn labada wax kala galatay loo jeeda al bay' wa qofki badeecada bixiyay iyo wal mushtariki lacagta bixiyay lal mutasawimani ma aha laba gorgortameen loola jeedo dhahir ma aha hadii lagu fasirayo daliil ay rabtaa marka